تفضل استاذ سليم. عرف الخط الدولي لتجارة المخدرات في البصرة. هو الخط البحري اللي يجي عن طريق عالي البحار ويمر في بحر الخليج العربي وصولا الى ميناء القصر، وتم ضبط مواد مخدرة في الميناء. عمليات الردع الكبرى؟ نعم موجودة، وعندنا هيئة تحقيقية خاصة بها ضباط أبطال يتابعون العمليات الدقيقة جدا والنوعية جدا. كم وحدة وهذه هاي اللحظة؟ كم عملية؟ والله كثيرة العمليات، كعمليات الردع الكبرى وخاصة ضد التجار الدوليين، وخاصة حصرية لك اليوم يعني حتى سجلها حضرتك. احنا اليوم المحكمة المركزية والحمد لله والفضل والمنة حكمت على بعض التجار الدوليين بالإعدام شنقا حتى الموت. عراقيين أو غير عراقيين؟ عراقيين. عراقيين تجار دوليين هذا الموضوع. عوفنا المصحات القسرية، روح لعل كريستال أحد أنواع المخدرات الرائجة في الوقت الحاضر. صح لو خطأ، الكريستال هي الأكثر رواجا وانتشارا في العراق. صح في الوقت الحاضر. صح. نعم. صناع وتجار المخدرات يتلقون التدريب خارج العراق. صح، لكن صناع ما موجود. تجار نعم. تجار نعم، صناع غير موجود. الحرب على المخدرات لا تقل شراسة عن الحرب على الإرهاب. صح، بالدليل أحد مصادر تمويل داعش الإرهابي هو تجارة المخدرات، وعندنا متهمين ومعترفين قضائيا في هذا الموضوع. فراغات التالية، أكثر المحافظات رواجا بتجارة المخدرات هي تجارة ما يعتمد. احنا عندنا محافظات حدودية شرقية وعندنا محافظات حدودية غربية، فهذا ما بنسبة ثابتة يعني، خاضعة للصعود والانخفاض يعني في هذا المجال. خطة الوزارة لعام 2024 لمكافحة المخدرات تتضمن، اعطيني اهم شيء، شنو عندكم بخطة الوزارة لعام 2024؟ خطة الوزارة أنا ذكرت لحضرتك أنه إحنا عندنا خطة استراتيجية أعدتها الوزارة لسنة 23-24-25، صادق عليها السيد القائد العام قوات المسلحة دورة رئيس الوزراء المحترم، وأيضا صادق عليها السيد معالي وزير الداخلية المحترم، وإحنا بها قلت لك عدة بنود وعدة محاور تضمن 15 محور 15 هدف و63 محور على رأسها خفض العرض والطلب. الفئات الملزمة بإجراء فحص المخدرات المبكر هي كل منتسبي وزارة الداخلية وطالبي إجازات الأسلحة ومؤسسات الدولة الأخرى اللي ترغب أنه احنا نجري هذا الفحص، فاحنا حاضرين. أربعة، الكريستال والكبتاغون والحشيشة. يأتي الكريستال من دول إقليمية شرق العراق، الكبتاغون دول إقليمية غرب العراق، حشيشة دول إقليمية شرق العراق. زين.